يتنافس في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالجزائر ثلاثة مرشحون، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، مرشح ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيشة، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريفة. وتتطبق برامج المرشحين الثلاثة في السياسة الخارجية للدولة، لكنها تتباين في القضايا الداخلية. ليلى عمر تستعرض لنا أبرز برامج المرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. أهلا بكم. ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الجزائر في 7 سبتمبر بعد انتهاء الحملات الانتخابية في محاولة لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري. يتنافس في السباق لقصر المرادية ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي شريف، والأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أشيشة. الرئيس عبد المجيد تبون يرشح نفسه كمستقل ولاية ثانية بعدما فاز بالأولى في عام 2019، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969، كما تقلد عدة مناصب أبرزها رئاسة الوزراء في عام 2017. أما المرشح يوسف أشيش الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، فيعتبر المرشح الأصغر سنا في الانتخابات، حيث ولد في عام 1983 ببلدة بوغني بمنطقة القبائل، وتخرج في كلية العلاقات الدولية بالجامعة الجزائرية. وبعد سنوات من عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قرر حزب مجتمع السلم خوض غمار الانتخابات الرئاسية مرشحا عبد العالي حساني شريف رئيس الحزب منذ مارس لعام 2023، كما أنه كان نائبا في مجلس الشعب الوطني الجزائري ما بين عامي 2007 و2012. وحسب السلطة المستقلة للانتخابات، يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 24,351,551 ناخبا، يتوزعون بين 865,490 ناخبا خارج الجزائر و 23,486,061 ناخبا في الداخل. إذن أجواء ديمقراطية تعيشها الجزائر مع توجه الناخبين للتصويت ليختاروا رئيسهم ليتولى ولاية جديدة رئاسية تبلغ مدتها 5 سنوات.